مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المشهد اللي يأتيكم يوميا من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 11 للساعة 12:30. نتكلم من خلال هذا البرنامج بعدد من المواضيع المتفرقة والمتنوعة، جزئين. الجزء الأول عبارة عن تقارير محلية، الجزء الثاني هو قضية البرنامج الأساسية اللي راح تواجد من خلال هذا الجزء مع ضيوفي الأكارم. قضيتنا اليوم تعدنا عن كرة القدم، صلنا أسبوعين نتكلم في كرة القدم ومشاكل كرة القدم. أعتقد في قضية بارزة لمحبين كرة اليد، وكانت هناك تساؤلات كثيرة كنا نشوف ونتابع مثل ما الكل يتابع من جماهير رياضتنا الكويتية. كرة اليد فيها مشكلة، فيها بعض المشاكل، مو مشكلة واحدة، الكثير من المشاكل، لكن للأسف أثرت على مستواها الفني. أكيد يعني متذكر الأساطير، أساطير كرة اليد والأسماء كثيرة، يعني الواحد يتحسف أن نوصل هذه المرحلة. احنا وصلنا كأس العالم 7 مرات على التوالي، وشوف اليوم احنا وين موقعنا بين دول العالم في كرة اليد. فبالتالي حبينا اليوم نسلط الضوء على كرة اليد الكويتية. ضيوفنا إن شاء الله اللي راح تواجدون معي داخل الاستديو الكباتن صلاح أنس وسالم محمود والكابتن خالد غلوم وأيضا الكابتن عبد الخالق عبد القدوس. أعتقد أسماء إذا بتتكلم عن كرة اليد وش اللي قاعد يصير بكرة اليد، أعتقد من أفضل الأسماء اللي ممكن تشخص لنا الواقع. أيضا راح نتكلم عن منافسات الدوري، راح نتكلم عن الجانب الفني بشكل عام لكرة اليد. لكن قبل لا أتجه إلى ضيوفي، اليوم في حدث صار في دوري تحت 15 سنة، مباراة بين السالمية والنصر، مباراة عادية تحت 15 سنة في الدوري. لكن الحدث الأبرز أن اللاعب صالح الضفيري يعني اشترك مع لاعب آخر وطاح غشيان، فقد الوعي. يمكن نشوف من خلال اللقطة راح نعرف الوضع اللي صار. هذه اللقطة، اللاعب صالح الضفيري لاعب النصر يمكن سقط والحين يفقد الوعي. الشيء المؤثر في هذا الموضوع أنه لا سيارات إسعاف لا مسعفين، بعض الأخوان يمكن دخلوا وخذوا اللاعب وودوه بسيارتهم الخاصة مثل ما احنا متعودين. يعني الموسم الماضي كامري، اليوم ما أدري شنو السيارة اللي ودوها فيه. الولد 24 ساعة تحت الملاحظة خلال هذه اللحظات في المستشفى. يعني أمور نتمنى إن شاء الله أنه يقوم بالسلامة. واتصلنا على الأخوان، الأخ شريدة من نادي النصر، والحمد لله طمننا على حالة اللاعب، لكن أن الولد 24 ساعة تحت الملاحظة. سألنا أهم سؤال، وين الإسعاف عن هذه الأمور؟ قال لنا الأخ شريدة، يقول لا، لائحة تسمح أنك تقيم مباراة بدون سيارة إسعاف، فقط في الدرجة الأولى ممنوع أنك تقيم أي مباراة بدون سيارة إسعاف. لكن الشباب 15 سنة وال18 وال13 لا، عادي سولهم المباراة بدون سيارات إسعاف، ولا كأن عيالنا ونخاف عليهم ونتمنى لهم كل خير. يعني على الأقل إذا إحنا انتصار على اللوائح والقوانين وكل يوم هالمشاكل اللي قاعد تصير لنا، أتوقع من الأولى ومن الأجدى أن نبحث في مثل هذا الموضوع. هذه أول لائحة لازم التغير. تقول لنا والله ما احنا لاقين سيارات اسعاف ولا ما هي كافيه، لا، نقول لك على الاقل مسعفين متخصصين يتواجدون بسياراتهم، ما نقول سياره اسعاف. ونعم خل في سياره اسعاف، وين المشكله؟ يعني حتى الاخوان في وزاره الصحه هذا المنظر ما يرضي احد، لا يرضي لا عدو ولا صديق. يعني شفنا مع بعض هذا المنظر. اللي نتمنى سواء من الاخوان في وزاره الصحه يوفرون هذيل عيالنا، يعني الشباب، الاخوان في الاتحاد القدم، يا اخي عدل لائحتك، ما هو يعني شيء منزل، لا، عدل اللائحه، ما تقام اي مباراه الا بوجود سياره اسعاف، على الاقل بوجود مسعفين متمكنين. اصابات الملاعب كثيره ولا سمح الله ممكن تؤدي الى الوفاه. فبالتالي ما اعتقد ان هذا الموضوع يمر مرور الكرام، سواء على الاخوان في اتحاد القدم او الاخوان في وزارة الصحة. هذه رسالة نوجهها، وبالتالي احنا كل اللي نقدر عليه كإعلام ان نوجه هذه الرسائل ونسلط الضوء، وبالتالي الحل عند المسؤولين. نتمنى له السلامة اخونا صالح الضفيري، وان شاء الله يقوم طيب ان شاء الله وما في الخير. وراح نتابع ايضا موضوعه بحلقة الاثنين القادم، ايضا راح نشوف شو اللي حصل مع اخونا صالح الضفيري. خلونا نتجه الى اغلى الكؤوس. اليوم انطلقت بطولة كأس حضرة صاحب السمو امير البلاد لكرة القدم، مباراة جمعت الوافد الجديد الى الأسرة
الرياضية نادي برقان مع الجريح نادي التضامن، وطبعا التضامن ودع الموسم بعد فوز نادي برقان. نبارك لنادي برقان الفوز ونقول هارد لك لنادي التضامن. انتهى الموسم الرياضي بالنسبة لنادي التضامن. نشوف تقرير ونرجع لكم بعد لحظة. هي سابقة تاريخية ستكون بهذه المرحلة التمهيدية لبطولة كأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ما بين فريق برقان والتضامن، فالفريقين غائبين عن منافسات الدوري ويفتتحان أغلى البطولات بطولة كأس سمو أمير البلاد. وعلى الرغم أن المواجهة تعد الثانية، فالأولى كانت ببطولة سمو ولي العهد وبنفس المرحلة وأقصى فيها التضامن برقان، لكن رد الاعتبار حضر بهذه المباراة مع السيطرة الميدانية الكاملة لبرقان من خلال مهندس المنتصف السنغالي محمد كولي والخبير المتألق طارق اللقمان، الذي ترجم الأفضلية بهدف المباراة الوحيد بعد تمريرة ولا أروع من محمد عبد النبي تعامل معها اللقمان بإتقان في شباك مشعل الرشيدي. فعلى طريقة مباريات الكؤوس أحكم برقان على المباراة وعلى مدار الشوطين وسط أوضاع ليست مستغربة لأبناء الفروانية مواصلين معاناة هرم الإدارة وانعكاسه بانهيار الفريق وخروجه المبكر على يد الوفد الجديد فريق برقان. بالنسبة للمباراة أنا قلتها قبل هالمرة، هذه بالنسبة تعتبر تاريخية بالنسبة لنادي برقان، كنادي برقان تعتبر تاريخية للاعبين. هذه أول مشاركة بعد سنة ونص لنا بكأس الأمير وانت وتوج فيها بالفوز. ما لوم التضامن، الله يعينهم باللي هم فيه، لكن بالنسبة لنا حنا حتى الضغط النفسي اللي كان على اللاعبين اللي هذا لازم نفوز عشان نسوي تاريخ بالنسبة للنادي كأول مباراة. اللاعبين عندنا يعني الكل عارف يعني ما قدرنا صراحة نغير من تحس انه يعني الغرقاني ما يضر البلل، احنا مغلوبين فتبي تهاجم ما تقدر تهاجم لأن ما تقدر تعطي مهام حق اللاعبين، عدم التزامهم في التدريب والمشاكل اللي حاصله بالهيئه والاتحاد يعني ان شاء الله تنحل لان الوضع سيء للامانه. يعني حتى عندنا اثنين لاعبين يعني احتياط ومنهم بعد غير كويتي، يعني لازم اطلع اللي غير كويتي وانزل اللي غير كويتي. المواجهه كانت بين الوطنيين فهد كميل مدرب التضامن وراشد البوص مدرب برقان، وترجم لاعب برقان التكتيك المميز داخل الملعب حتى مع دخول ناصر السهلي والذي كاد ان يضاعف النتيجه في اكثر من مره الى جانب ابداعات كولي لتكون النتيجه مستحقه لبرقان الطامح للذهاب ابعد بهذه البطوله. يعني مع الاوضاع ومع كل شيء الشباب اليوم صراحه ما قصروا ويعطيهم الف عافيه، يعني من مجهود وكل شيء سجلنا اليوم المباراة شوي بطيئة واللياقة شوي ذبحتنا، ولكن إن شاء الله القادم أفضل. يعني شوف إحنا فايزين اليوم ولكن ترى مو راضين على أدائنا صراحة. شباب والله ما قصروا لا تمرين ولا شيء، الحمد لله اليوم أدينا، بس اللياقة البدنية أول شوط الأول أول نص ساعة تقريبا ممتازين، يعني في تنظيم في باخر ربع ساعة الثلث الأخير بالمباراة ما نقدر يعني ما نتمرن ولا شيء، والشوط الثاني يعني قدمنا نحاول ما نقدر، بس ما شاء الله البرقان أدوا مباراة ممتازة والله، تكتيك يعني واحد بواحد ممتازين الله يعطيهم العافية. وبذلك يتجه برقان للمرحلة المقبلة والتي تضم الشباب والساحل والفحيحيل، وسيحدد لاحقا موعد مواجهات المرحلة الثانية في دورة الكؤوس وأغلاها. راد شمري لبرنامج المشهد. كل الشكر للزميل رائد شمري. رد مبارك اكيد لنادي برقان ونقول هارد لك لنادي التضامن. امس يمكن ذكرنا معلومه عن نادي برقان او تساءلت فيها مع اخواني الضيوف ان نادي برقان ما يملك يعني فرق يعني مراحل السنيه، لا يمتلك هذا الفريق وتساءلت، لكن اليوم اخوي ناصر زيد قواه الله اتصل علي وبلغني قال لا في مراحل سنيه والكابتن حتى فايز الفريح او فايز الفريح هو اللي ماسك الفريق، فاشكر اخوي ناصر زيد على هذه المعلومه والله يوفق الفريق. تقرير الاخر قبل اتجه الى ضيوفي لتكريم البطل العالمي للراليات القطري ناصر العطيه.
أقامت حلبة سرب تكريم للبطل العالمي القطري ناصر بن صالح العطية بطل الراليات، وذلك بالتعاون مع فريق دراج 965 وبحضور الراعي الرسمي لهم الشيخ محمد الخالد ومدير حلبة السرب صلاح بن عيدان. وأنا جدا يعني كنت حريص على تمثيل العرب في المحافل الدولية، هو وفات أن السائق العربي أو الرياضي العربي قادر على إنجاز في أي مجال في الرياضة، والحمد لله يعني أنا جدا سعيد اليوم بتواجدي معاكم هنا في الكويت، وطبعا الحمد لله أن الظروف هذه جمعتنا، لأن رحلتي كانت للرماية، وطبعا أبو خالد ما قصر حق أن يكرمنا في بالفوز خلال هذه السنة، وأنا أشكر الصراحة أبونا وأبونا عبد الله يعني على كثرنا فيها. العطية حقق في عام 2015 أربع بطولات، وهو رقم قياسي ينفرد به ويعتبر إنجاز عربي كبير لمتسابق في الرالي. البطل يحصل على بطولة ثم يختفي، أما النجم فيبقى، وناصر العطية هو نجم من نجوم الرياضة في الوطن العربي لا بل بالعالم كله. وعندما نتحدث عن الأخ ناصر نتحدث عن الإنجاز. ناصر العطية بالإضافة إلى إنجازاته في رياضة المحركات فهو أيضاً الرامي الذهبي بطل أولمبياد لندن، والكل يتذكر الإنجاز الكبير الذي حققه الأخ ناصر في مسيرته الرياضية الطويلة. ناصر العطية هو بطل قطري ولكنه بطل كويتي وبطل خليجي وبطل عربي، نفتخر به ونعتز به. ناصر العطية هو نجم بأخلاقه قبل أن يكون نجم في بطولاته. عن أبو عبد الله ما نقدر نزيد على كلمة، مثل ما قال أخوي وعزيز ناصر كلامه كان كله يشيد على دور رياضة السيارات ونشر ثقافة رياضة السيارات من ناحية السيفتي. هذا أمانة هذا كان أهم رسالة عند ناصر قبل الإنجاز. ناصر ما أقدر أثني عليه لأنه صديق عاشرناه في الراليات عن قرب أمانة، بالنسبة لنا أكاديمية، بالنسبة لي أنا كسائق خليجي أو كسائق كويتي اليوم أشوفه قدوتي في مراحل الراليات، أتمنى له أمانة في رالي عمان القادم المركز 60 الأول إن شاء الله، رقم 60، وأتمنى له إن شاء الله في الدوحة إن شاء الله يحقق لقب 61 وكسر الريكورد العالمي في الإنجازات الدولية في محفل رياضة السيارات. ناصر في قمة السعادة بتكريمه ووعد بتحقيق الألقاب خاصة WRC1 الذي لم يحققها طوال مسيرته. ناصر العطية استحق التكريم لما يقدمه هذا البطل لرياضة الراليات. فهد الشمري لبرنامج المشهد. مشكور يا فهد الشمري على هذا التقرير. وصلنا معكم للجزء الثاني من برنامجنا، راح نسلط الضوء من خلال هذا الجزء على كرة اليد الكويتية. أمور كثيرة يمكن أنا حطيت لها عنوان، هل هو انهيار مفاجئ، انهيار متوقع، شنو المشاكل اللي قاعد تصير بكرة اليد الكويتية، شو اللي ردنا هذه المسافة البعيدة. مثل ما قلنا الضيوف اللي تواجدوا معايا اعتقد انهم من افضل من يتكلم عن كرة اليد ويشخص حالة كرة اليد الكويتية بنجوميتهم بخبرتهم بامور كثيرة. البداية من العمر، احنا دائما نقول بالعمر، فالبداية بالعمر مع الكابتن سالم محمود. حياك الله يا كابتن سالم، مساعد مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد في برنامج المشهد. يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا، نتشرف احنا نكون موجودين، شرف لنا بهالبرنامج هذا، ونتمنى ان نقدر نوصل صورة صحيحة للمشاهدين بإذن الله، وهذا اللي احنا نطمح له. كابتن كبير ونجم كبير، نقول لما نقول عيال عبد القدوس على طول نتذكر ذيك الكرة والهدف الجميل، لكن دائما متألقين في عالم كرة اليد. كابتن عبد الخالق عبد القدوس حياك الله طبعا مدربنا الوطني في برنامج المشهد.
حياك الله اخوي، مسي عليك ومسي على اخواني الضيوف، وان شاء الله نكون خفيفين ظل ان شاء الله باذن الله، عشان ما يصير شويه المشهد يكون في حامي. لا لا ان شاء الله ما يكون حامي. ان شاء الله ما راح يكون حامي بوجودكم، ممكن يكون حامي بوجود الضيف القادم الكابتن خالد غلوم مدرب منتخبنا الوطني للناشئين. حياك الله يا كابتن خالد للشباب. الله يحييك يا اخوي محمد، ومسي عليك ومسي على اخواني المشاهدين، ومثل ما قال اخوي سالم ان شاء الله نكون نعطي صوره اوضح للمشكله الرياضيه بصفه عامه وخاصه مشكله كره اليد. معقوله هذا صوتك المعتاد؟ يعني هذا الصوت المعتاد؟ هذا صوتي لاني سمعت وتحريت على الكابتن، قلت لا صوته وين بعد لكن بالملعب ها نبيك في المشهد. حتى بالمباراه نفس الشيء، اول خمس دقائق لا ما صار نص المباراه واخر شيء. الكابتن الجميل يعني، ويمكن تذكرون الحين لما نشوف الكابتن الجميل اللي معانا راح تذكرون منتخبنا ايام العصر الذهبي، مثل ما شفنا عبد الخالق، عندنا الكابتن صلاح انس. حياك الله يا كابتن صلاح، واجمل من سالم انس. الله يحييك اخوي محمد، كلنا جميلين بالاستديو. الله يسلمك، نرحب فيك ان شاء الله وبالاخوان بالاستديو، وان كان ان شاء الله الله يقدرنا ونكون يعني على قدر المسؤولية أن نوضح الصورة يعني السليمة والصحيحة للمشاهد بإذن الله. كابتن خالد غلوم التقيته أكثر مرة، لكن ما كان في لا برنامج المشهد ويمكن كافيه رياضي، لكن من أكثر البرامج اللي التقيته فيها كان أبطال من ذهب بالسابق، ودائما يعني كنت حتى أعتبره ضيف دائم لأن الإنجازات معه. وين الإنجازات؟ وين راحت؟ وينك عن أبطال من ذهب؟ أمور كثيرة ها؟ ابتعدت عن هذا البرنامج لأنك ابتعدت عن الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. لا احنا ما ابتعدنا، وإن شاء الله كرة اليد دائما مو بالمجال الأندية حتى مجال المنتخبات الوطنية إن شاء الله نتأمل. هي مشكلة موجودة حاليا نوعا ما قاعد تبعد المنتخبات الوطنية أن تشارك في المحافل الدولية، لكن احنا على ثقة بإمكانيات لاعبينا، متأكدين ان العناصر اللي موجوده عندنا اهل ان تحقق لنا النتائج المرجوه. وبس هي المشكله عندنا حاليا هي مشكله الايقاف الدولي. اذا حلينا المشكله هذه بالعناصر الموجوده عندنا والكفاءات الاداريه والفنيه، اتوقع ان مجرد هذه مشكلتنا كابتن خالد، مجرد الايقاف هي مشكله. زين العام اول العام ما كان في ايقاف، كانت في انجازات العام. ايش تقصد المنتخبات الوطنيه؟ المنتخبات الخلافات كانت موجوده، يعني احنا ما نبي هذا، كانت في خلافات تاثر طبعا هذا شيء طبيعي، يعني عشان تحقق اي انجاز ايا كان المجال، سواء المجال المنتخبات او الاستقرار هو المهم. يعني هذه مقدمه لموضوعنا، لكن خلينا نشوف تقرير عشان نشرح من خلال هذا التقرير موضوع الجزء الثاني ولنعوده مع الضيوف. المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورفاقه، وبالرغم من علاقتهم الوطيدة بالرياضة الكويتية، أصدروا قرارا في ليلة ظلماء أرادوا من خلاله حل مجلس إدارة اتحاد اليد، وشكلوا لجنة خماسية لإدارة شؤون الاتحاد، كما حرموا كرة اليد الكويتية من المشاركات الدولية وحتى على المستوى المحلي. لكن ماذا حدث بعد هذا القرار الظالم؟ مع الأسف يعني أن كل الإجراءات اللي تمت كلها خارجية من الاتحاد الدولي، علما أنه يعني ما عنده حقية بالقانون يعني يعمل هذا الموضوع، لكن احنا قاعدين نحاول كثر ما نقدر أن احنا نتعامل مع المواضيع هذه كلها بتروي طبعا وتأني، والرجوع إلى بعض اللوائح والقوانين الموجودة عندنا اللي تخص هذا الموضوع. وإن شاء الله الأيام الجاية راح نبين فيها طبعا الملابسات اللي صارت الأخيرة واللي أثرت على كرة اليد. اليوم مثل ما أنت عارف يعني حتى يعني رياضتنا كلها وقفت من خلال اللجنة الأولمبية، وطبعا هذا شيء يؤسف له حقيقه، ولكننا نتمنى ان يحصل هذا الموضوع، لكن قدر الله ما شاء فعل.
الهيئة العامة للشباب والرياضة ساندت اتحاد اليد الكويتي الذي يقوده ناصر صالح لتطمئن الأندية بأن النشاط المحلي قائم ولن ترضخ للتدخل الغير مبرر من الاتحاد الدولي في سيادتها الداخلية، كما خصصت مكافأة قيمة للفرق المشاركة. أي فريق ما يشارك في نفس مثل 15 سنة 17 سنة درجة أولى لا ثلاث مرات بالانسحاب. أول مرة انذار و10-0 خسارة طبعا المباراة، ثاني مرة غرامة 500 دينار و10-0، ثالث مرة 1000 دينار غرامة، وأعتقد تشرب نتائج الفريق وممكن حتى لاعبين ممكن يروحون حق نادي ثاني إذا في مجال يروحون. شلون كان الإقبال من قبل الأندية بالمراحل السنية أو في الدرجة الأولى؟ لا الحمد لله الحين دوري شغال الحمد لله أحسن ما يكون، وأنت شايف تراوي بعد المباريات الفرق كلها موجودة ما عدا الفرق القادسية. أنا بصراحة متأسف الفرق القادسية، فريق إنجازات فريق بطولات، وهذا بصراحة اللي واحد حزب نفسه فريق مثل هذا كبير إنه ما يشارك بالدوري مو نصالحة طبعا. أنا الحين حاليا مباراتين ما لعب، ممكن لعبة ثالثة يكون حتى لاعبين ممكن نحلوا يروحنا نادي ثاني. حظوظ أزرق اليد كانت كبيرة في الاستحقاقات التي تنتظر المنتخب، أبرزها الأولمبياد، كأس آسيا ونهائيات كأس العالم، لكن القرار الظالم من الاتحاد الدولي حرم الجماهير الكويتية من متابعة منتخبها. الاتحاد الشرعي بقيادة بومرزوق دعا جميع الأندية 16 للمشاركة في دور الدمج، 13 ناديا شاركوا في الجولة الأولى ليشارك التضامن والشباب في الجولة الثانية، أما القادسية فسيلحق بباقي الفرق في الجولة الثالثة. رغم الظلم الذي وقع على كرة اليد الكويتية من قبل الاتحاد الدولي إلا أن الدوري المحلي انطلق بمشاركة جميع الفرق. عبدالله الأنصاري من صالة الشهيد فهد الأحمد لبرنامج المشهد. شكرا يا عبد الله الانصاري على هذا التقرير. اعتقد يعني حتى من خلال لقاءات يعني الواحد يستشف بعض الامور اللي بعيد عن كره اليد ويشوف يمكن كلام ابو مرزوق العقيد ناصر صالح، راح عقيد المتقاعد ناصر صالح ان شاء الله يعرف بعض الامور. قول لي عبد الخالق. فريق متقاعد. هذا أيوة. احنا بالرتب العسكريه مو داخلين. لازم بالرتب العسكريه مو ما يعني ما ندقق، دائما دورنا جانبنا الرياضي. كابتن سالم شخص لي كرة اليد، كلمني كواحد متابع من بعيد ها لكرة اليد. أتذكر إن أو أعرف من ما هي من سنوات بعيدة، نتكلم بالسبعينات ولا بس بالثمانينات، نتكلم حتى بالألفين نوصل كأس العالم كأس آسيا إحنا منافسين أقوياء. شو اللي حاصل بالضبط في كرة اليد عندنا بالكويت؟ كرة اليد مرت يمكن قال الكابتن خالد مرت بأزمات، أزمات هي إدارية وليس أزمات فنية. إحنا اليوم لما نتكلم عن أزمة إدارية هي تأثر على المستوى الفني. إحنا اليوم كفني نحن أنا أتكلم كفني، أنا مرتبط بإدارة هي اللي تعطيني الصلاحيات وتعطيني أنا على ضوءها أبني دوري الفني. عدة أمور وليس شيء واحد يعني معقدة. احنا مثل ما تفضلت احنا من 2000 مو اليوم احنا بعيدين عن الانجازات. هذه الامور كلها القوانين تغيرت، القوانين الدولية تغيرت. حتى يعني يمكن بالسابق احنا يوم كنا اصحاب انجازات ما كنا نشوف الفرق الثانية، ما كان في لاعبين محترفين، ما كان في يعني الأمور هذه. كأس آسيا شو ما كان في لاعبين؟ ما كان في أيام اللي كنا نوصل ما كان بعيدين عن اللاعبين الاحتراف الكامل واحتراف الجزئي اللي صار. إحنا قلنا بعض القوانين هي أثرت على مستوى اللعبة. بعض القوانين الدولية والمحلية. والمحلية. في قوانين هي اللي أثرت على مستوى اللعبة. بالسابق يعني احنا خلني اقول لك احنا يوم اللي كنا ناخذ هالانجازات هذه شنو كان تخطيط الاتحاد بالسابق؟ يمكن الاخوان يشاركوني الراي هذا. كان احنا عندنا نعد فرقنا من المراحل السنيه من الناشئين نعدهم وكانوا يلعبون بالدوري، يمكن اكثرهم يتذكرون الشيء هذا. كان بالدوري كان فريق الشباب احسن اعداد لا كان يشارك بالدوري المحلي. زين من اللي وقف فريق الشباب؟
الجمعيات العموميه والانديه هم يعني صارت الحين قوانين محليه هم اللي كانوا يعارضون ان فريق منتخب الكويت يشارك في من بعدها الجيل اللي طلعوا الشباب العموميه هم اللي وقفوا هالشيء هذا السبب وجهه نظرهم ما يبون الفرق هذا ومع الاسف ان الفرق اللي كانوا يعني لهم تاثير على هذا القرار هذا فرق ما كانوا منافسين على الدوري ولكنهم اغلبيه هذه مشكلتنا عبد الخالق هذه مشكلتنا ان الاعضاء اللي ما كانوا ينافسون بالدوري العام هم اللي كانوا يوقفون المشاركات منتخب الشباب شو الاسباب الله اعلم يعني احنا ما تدروا احنا ما ندري شو الاسباب يعني احنا كنا نتمنى ان الفريق هذا يستمر يعني استمراره هو انجاز حق منتخب الكويت يعني استمراره يعطي استمرار للاعبين انه يشاركون بالدوري العام ويكون تجهيز لهم حق اي بطوله خارجيه كانت فكره الكل يحسدكم عليها منتخب صحيح. طبعا صحيح. وانا اذكر في مو بس منتخب الشباب يعني احنا على ايامنا يعني انا وخالد غلوم يعني على ايامنا كنا نطلع بال اي عطله كنا نطلع فيها كمعسكر يعني كنا نجهز كان الاتحاد يجهز حق اي بطوله موجوده نعم يعني بالصيف كنا نطلع معسكرات طويله عطل 15 نطلع معسكر قصير بس اي بطوله موجوده بطوله عربيه بطوله خليجيه نكون احنا موجودين مستعدين فبالتالي مشاركه منتخب الشباب بالدوري واحتكاكهم مع الفرق الاولى اعتقد هذا شيء حلو وما حد سواه من قبل يعني كان يعني اللاعبين يعني كل موسم تلقى لاعب بارز من خلال المشاركات هذه احتكاك الزايد اعتقد انه كان مكسب للاتحاد الكويتي كابتن خالد ركزوا الشباب على موضوع منتخب الناشئين يعني هذه يمكن نقطه تبي تعقب عليها عقب واذا في نقاط ثانيه كلمني عنها يعني احنا بالنسبه للنقطه هذه كان السبب الاساسي اللي خلى الانديه تعترض على مشاركه منتخب الشباب من وجهه نظر الانديه كان فيها بعض الانديه اللي كانت تنافس لان كانوا يحسون ان لان كانت مشاركة إذا فريق منتخب الشباب تعادل مع نادي صلابيخات لأن الفترة هذه أنا كنت مدرب نادي صلابيخات تعادل معاي راح تروح مني نقطة تأثر علي بالمربع الذهبي بعدين فكان الفكرة مالت الأندية هذه أن ممكن الفرق الثانية لما ألعب مع منتخب الشباب لاعبين الفرق الثانية كان يكون أدائهم يكون بشكل قوي ممكن يأثر على نتيجته معاي أنا وممكن يفقدني نقاط وطبعا هذه ممكن كانت كأندية سلبية عليهم لكن كانت هذه إيجابية على المنتخب لأن المنتخب بالفترة هذه اللي كان منتخب الشباب يشارك فيها كانت المجموعة اللي لعبت بالمنتخبات الشباب هي اللي حققت النتائج بعدين لما صعدت الفريق الأول بدأت تحقق كل النتائج تقريبا 10 سنين يعني انت كابتن خالد شايف ان فكره ايقاف منتخب الشباب معقوله بالنسبه لك لا مو ما كنت احزتها ممكن كنت كان مشاركتهم مصلحتي انا كمدرب نادي كان ممكن ياثر علي اما الحين اشوفها هي من الافكار اللي انا كنت بعرضها على الفريق ناصر المتقاعد لان هذه كانت فكرتي انا اني لما استلمت منتخب الشباب ان نرد مشاركه منتخب شفت الشباب اهميتها لما شفت اهميتها لان ليش لان ما عاد في فرصه ان اعد الفريق يعني المستوى خلال السنه هذه اخذ بصلوب بعدين ندشوا على بعض ماشي كابتن بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله انا يعني في نفس الوقت مؤيد ومعارض يعني 50% مؤيد و 50% معارض لاراء هذا محايد الربع اي لا لان في اسباب فكرة منتخب الشباب إيه عطنا المعارضة إيه فكرة منتخب الشباب صحيح كانت مفيدة ولكن منتخب الشباب مو هو المنتخب الوحيد اللي حقق في منتخبات شباب قبل حققت بدون الخطوة هذه اللي اتخذها الاتحاد منتخبات الشباب السابقة كلها حققت اللي في سني أنا واللي في بدون سني أبو محمد بدون الخطوة صح. هذه بدون ما تشارك يعني بدون ما يشارك منتخب الشباب في الدوري إيه نعم يعني هذه والخطوة أن مؤيد أن خطوة إيجابية صحيح ولكن ما هي الخطوة الكل أنها تكون هي سليمة 100% أن بدونها المستوى راح يهبط لا أنا أختلف في النقطة والسبب شلون تختلف لأن قلت لك في تجارب قبل السنين هذه في تجارب في السابق منتخبات الشباب حقق بطولات طلعني من منتخب الشباب إيه
عطني أمر ثاني أثر على كرة اليد. الموهبة موجودة، اللاعبين أنا أعتقد يعني مجرد مع احترامي لكل الأندية، لكن بس شوف نادي الكويت تعرف أن موهبتك موجودة هنا. في أمور كثيرة مثل أولها المدربين في الأندية، مدربين بكل صراحة في رأيي الخاص والمتواضع، المدرسة الأفريقية ما خدمت كرة اليد، بالعكس تسببت وجزء من جزء رئيسي من الأسباب في انحدار مستوى كرة اليد. والدليل ما قبل ما يتم استخدام الكم الهائل هذا من المدربين، قبلها كان مدربين كلها أوروبيين، أوروبا الشرقية. أنا أعتقد آخر مدرب اللي هو ماركوفيتش، من بعد يعني تغيرت المدارس. أنا بالتحديد أقصد الأندية. الأندية مو المنتخب. أيضا المنتخب مرتبط معه. الأندية هو الأساس. لأن الأساس النادي هو الأندية تغذي الأندية المنتخب. اتجهت إلى أي مدارس كرة اليد؟ من المدارس الأوروبية إلى الأفريقية. السيد حجازي كان من المدربين الناجحين. أنت قاعد تتكلم عن مدرب واحد. بس ما تتكلم عن مدربين ثاني. لا في أنا أختلف معاك إنه يكون مدرب ناجح يعني. في رأيي الخاص في أمور كثيرة تخدمه أنه يكون ناجح، وما خدمت الأندية الثانية تفوق عليها في أمور كثيرة، منها استخدام كم هائل من الأندية. في حين استخدم 11 لاعب في الكويت الحين، يمكن لاعبين يروحون ولاعبين يجون. قبل الفحيحيل والكويت وصليبيخات، فيعني يجيب لاعبين منهم في الملعب ومنهم على الخط ومنهم على المدرج. النادي الثاني اللي أخذ منه ياخذ منه 3-4-5 لاعبين بس، النادي يفقد قوته من اللاعبين. ما ياخذ هو لاعب ذو مستوى متوسط او متدني، ياخذ لاعب مستوى عالي. فبالتالي يأثر. لو تلاحظ شو المستوى صار لنا المدرسه اللي طلعت منها كابتن صلاح، يعني شنو مدربينك كانوا بالفرق؟ اليوغوسلاف. يوغوسلاف. اي نعم. يعني قبل أوروبا. كان في اهتمام أوروبا. بالمدربين، والحين ما في اهتمام نعم. بالمدربين اللي بالأندية. طبعا. رأيكم هذا يعني موضوع مفتوح الحين أنت ناقش فيه. كابتن سالم. بالنسبة حق المدربين أنا أيدهم، أن المدرسة الأوروبية لا زالت هي متسيدة. يعني إحنا خلنا نأخذ على الواقع، إحنا لما نشوف كأس العالم كم مدرب اللي واصلين لكأس العالم بالنهائيات، خلنا نأخذ العشرة الأوائل بما فيهم السنة قطر وصلوا للمركز الثاني، بس منو مدربهم؟ مدربهم أوروبي ومدرب معروف إسباني. إسباني أبطال العالم. كل المدربين اللي موجودين الحين طالعهم في كأس العالم موجودين مدربين مثل ما تفضلوا، مدربين أفارقة ومدربين أوروبيين ولاعبين عناصر من اللاعبين. المدرسة الفرنسية والإسبانية أعتقد من المفترض أن من أفضل المدارس الحين بالوقت الحالي. يعني أنت تروح على أوروبا الشرقية يمكن عصركم، ليش ما نتجه إلى مثل هالمدارس؟ ما يمنع. السويد صار لهم فترة وهم كانوا متسيدين. ما يمنع وما في خردة. هي طبعًا. ما في خردة. لا إحنا الذين حق المبالغ، لا إحنا ما قاعد نصرف شيء. كمبالغ حق مدربين ما نقدر إحنا. هالنظام ما يسمح. كأندية ما نقدر. لا الأندية ولا أعتقد حتى على مستوى المنتخبات. اليوم التدريب ما صار هو مدرب ومساعد مدرب وهذا، صار استاف كامل في محلل أهم ياخذ راتب أكثر من المدرب. محلل المباراة اللي موجود برا الملعب هو اللي يعطي كل شيء حق المدرب، يعطيه الخطة ويشرح له الفريق هذا شو يسوي الفريق. هذا جزء أساسي اليوم صار. إحنا وين إحنا من هذا؟ ما أتحدى إذا في فريق واحد عنده محلل. المدرسة الدنماركية، الدنمارك المنتخب الأول والشباب والناشئين يلعبون في نفس الخطط التكتيكية. أنت تتكلم عن نادي السالمية. أنت كان قاعد تتكلم عن نادي السالمية قبل. في السابق. يعني من الصغار للكبار. كل يوغوسلاف. إيه فيمشي على رتم واحد. الخطة واحدة. يعني كل المدربين يوغوسلاف. مدرسة واحدة. إحنا تاني شو اللي تغير؟ يعني إحنا خلنا نتكلم بالسابق. بالسابق والثمانينات كان كل المدربين بالأندية من دول أوروبا. عكس دول الخليج. دول الخليج أكثرهم من أفريقيا. شنو الفرق اللي ما بيننا وبين دول الخليج؟ شو اللي فرق؟ يعني كل فريق تلعب وياه فرق 10 اهداف مع احترامي لهم. اليوم على الرغم من الدعم اللي عندهم، رغم الدعم واحنا كنا افضل فنيا وبدنيا وكل شيء. ليش ان المدربين اللي قاعد نجلبهم من افضل المدربين على مستوى المنطقه؟ شو اللي تغير؟ انا هذا اللي برد عليه. صار شيء يعني قللوا ميزانيات وبعدين صار شيء مثل كان قاعد تقول ارخص.
أرخص إن المدرب موجود. وبعدين مو معقول على فكرة ما في فكر يعني يحتاج يعني الإدارة تحتاج لفكر رياضي يعني هذا اللي نحتاجه. الإدارة تحتاج لفكر رياضي. فكر رياضي اليوم المدرب اللي مو زين يعني اليوم إغالة المدرب بالنادي الفلاني تلقى أبو محمد بنادي الفلاني يا أبو خذا خلى عنده. إنزين هو إدارة الأندية أنت. تفكر. إدارة الأندية هو شاله علشان بس خلاص إنه مو زين عنده أخطاء والأخطاء قاعد تكرر. ياخذها عنده والسنة اللي وراها تلقى بنادي ثاني. كيف تخالف؟ أنت مدرب. أنا مدرب. أنا أول شيء وخرنا على المدربين الوطنيين. إحنا قاعد نتكلم بشكل عام. بشكل عام أنا لأني عاصرت الفترة هذه كلها من بداية بس عشان ما نظلم بعد كابتن سعيد يعني بعد بكلامه عدل. لكن بخصوص كابتن سعيد أنا أتوقع أن المدرب ناجح كل الأندية اللي دربها أيا كانت الظروف اللي كانت تساعده لكن هو مدرب حقق نتائج. فبالتالي أتوقع من الظلم أن نقول أن إمكانياته ضعيفة. ظروف اللي قالها كابتن بوعذبي صحيح 100% إن بس أنا النادي اللي يروح يكون مقتدر وعنده نجوم بس أنا مو ذنبي أنا كمدرب أنا ذنبي أني أنا أقود فريق أعطيه الطريقة يلعب فيها يكون مميز قدام الناس ممكن عناصر بس خالد إحنا عندنا مشكلة الحين كلامنا هذا إحنا نتكلم عن مدرب الدرجة الأولى من المفترض هالكلام نتكلم عن المراحل السنيه اللي قاعد ياسس للاعب اساس تتكلم عن الفريق الدرجه الاولى تحتاج مدرب ياسس الفريق لا مو ما راح ياسس بس هو انا شلون اقود الفريق يعني ممكن نفس العناصر هذه ممكن لو خالد غلوم ماسكهم يمكن ما يحقق فيهم نتيجه ممكن معناته انت شلون انا كمدرب اقود الفريق. الرد على نقطتنا الاساسيه هي نقطه المدربين. الفتره اللي تكلمت فيها ان احنا الكويت كنا مميزين وكنا نجيب افضل مدربين هني كانت الفتره هذه من 86 ما كان عصر الاحتراف لحين ما كان بادي فكانوا المدربين هذول اللي نجيبهم زوران ياب كاس العالم افضل مدرب بالعالم ياب كاس العالم ياب ثاني يوم ابو بدر عنده وقع معاه ياب الكويت هني بالفترة هذه رواتب المدربين كانوا مدرب منتخب يوغوسلافيا كان يمكن يستلم لما تعطيه $1,000 أو $2,000 $600 أو $900 كان بالنسبة لهم مبلغ عالي لأن أصلا ما كان الاحتراف منتشر. حاليا أي مدرب بتيبه من المميزين بطل كأس العالم ما نقدر نجيبه إحنا الكويت حتى بكرة القدم ما في أيا كان فبالتالي أنت لما داش نظام الاحتراف الأندية الخارجية تختار أفضل مدربين منتخبات الأندية كلها صارت محترفة. أنا مو لازم أروح حق مدرب مشهور والسعر الغالي. أنا قاعد أتكلم كان أتكلم كرة القدم جربنا بس أروح واحد مدرب أجنبي مشكلتنا إن قمنا نجيب الأجنبي اللي كان موجود عندنا قبل بالثمانينات الردة ما قمنا ناخذ المدرب الوطني مو قاعد يهاجم المدرب الأجنبي الناجح المدرب الوطني مثل خالد لا أنا الحين قاعد أشرح حاله إيه بس أنتم ما تهاجمونه لا لا ما أقدر أهاجم أقلل من قيمته ما أقدر أقلل لأن بالنهاية لما يجيني مدرب على ثقافة وعلم ومتمكن وعنده سي في قوي قاعد يحقق بديرته نتائج ما أقدر أنا إنك لا تيبه أصلاً ما أقدر أجيبه لأنك تنصح إنك لا تيبه راح يفيد المجال المدربين ما في الغيرة غيرة المدربين مو موجودة عندكم غيرة سوالف ممكن من داخل نوعا ما لكن بالنهاية لما يبين أن مدرب قاعد يعطي ويحقق وقاعد يطور أداء فريقه وبالنهاية تطوير الأداء الفريق راح ينعكس على المنتخبات الوطنية شنو قياس هو شنو قياس اختيار المدرب هذا عند الاتحاد المفترض أو النادي لا هو هي مصدرة أي لعبة أي قانون بالقدم باليد بالطائرة نجاح المدرب أنت طالع السي في ماله السي في ماله مثل ما تفضل انت لازم تشوف السي في ماله هو شنو حقق مو مع فريقه يعني مو مع نادي واحد مع فريق واحد في مدربين مغمورين وينجحون انا ارد واقول قاعد اقيسها بكرة القدم في مدرب مغمور بالساحة يوصل عندك ومنهم ما شاء الله مثلا بكرة القدم ما شاء الله ما في اسم وصل لك هنا الكويت صعد السنة وصل عمل لو بنفسه عمل لو بنفسه يعني لكن ظل الرجل تقريبا 6 إلى 7 سنوات قاعد ينجز لا هو خلينا نرجع حق المدربين المدربين لابد ان في مقياس للمدرب طيب اذا انا ما عندي مدرب انتم تبون مدرب عالمي مشهور انت ميزانيتك ما تسمح انك تجيب مدرب عالمي مشهور مو شرط طيب انه يكون مشهور اروح على اللي قد ميزانيتي ما اروح حق الاخوان مع احترامي لهم بافريقيا انا ودي سالم وخرتنا لا لا انا ما ودي يعني تكون الحلقه على موضوع جانبي لا 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 احنا خلصنا منتخب الناشئين على المدرب على المدرب اي وياك على نفس الموضوع المدرب على المدرب حجازي المدرب حقق محلي
بالدوري بكل نادي عنده كم من اللاعبين، شنو حقق برا؟ ما حقق شيء، ما اعتقد حقق. هذا على مستوى انديه احنا الحين، على مستوى انديه إيه؟ كابتن سعيد حقق بطوله الخليج مع ناس صليبيخات، مع ناس صليبيخات، مع صليبيخات وصل نهائي بطوله اسيا مع صليبيخات سنتين وخسرهم ظروف معينه. وصل بطوله اسيا الاخيره طلع بظروف معينه، حقق وصل قبل النهائي وخسر من فريق الجيش اللي حقق البطوله. وقدر لعب للوقت الاضافي اذا ماني غلطان، وقت الاضافي او لاخر دقيقتين كان يعني يتنافس. لا احنا ما نبي نتكلم، احنا ما نبي نطلع انت شخصانيه الظاهر معك. لا 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 شوفه واصل نهائي اسيا مرتين، هي قناعات. انا عندي قناعه هو دربه شو عندي قناعه كابتن سعيد مدربه المدربين. لا لا ما اليوم اللي كنت لا بالعربي بالعربي عندي قناعه المدربين افريقيا، اذا في منتخب افريقي على مستوى كاس العالم حقق مركز متقدم مع مدرب من بلده، هات لي بفريق واحد ما في. لا لا بس انت سؤالك كان سعيد حجازي، وسعيد حجازي كسي في بالنسبه لنا ككويت اعتقد الارقام ما يعتبر لا. تحقيق بالنسبه للسنين الطويله والبطولات اللي عاصرها وهو ماسك الفرق. منتخب مصر فتره من الفترات اعتقد شمس جمال شمس جمال شمس حقق غياب كاس العالم، غياب كاس العالم مع الشباب. لا 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 جمال شمس حقق نتيجه بعيده، هذه ممكن يطلع مدرب بس مو قاعده انه كلهم. لا شنو جمال شمس يا درب السالميه ما نجح وياهم وهو جاي كاس العالم من بعده، يعني شالوا وانا استلمت الفريق. يعني هل يعني معناته ان جمال شمس مو زين؟ لا بالعكس مدرب زين ومدرب ناجح، لو مو السي في ماله كان ما وصل. ايضا سعيد حجازي نفس الطريقه، يعني احنا نتكلم عن مدرب هو عنده انجازات مو ما عنده، بس هو صلاح يمكن نتكلم عن انجازات الخارجيه. يعني صليبيخات يمكن ما لحقت عليه، يمكن انه يا بطولات بس ما اتذكر. بس احنا نتكلم عن نادي الكويت، نادي الكويت خلال الاربع مواسم اللي طافت او الثلاثه انه ما حقق انجاز خارجي. يعني الانجاز ممكن يجي بالثاني ممكن يجي بالثالث، بس الاول ما صار هالشيء هذا. لأن أنا المحلي ما يهمني، أنا شخصياً المحلي ما يهمني، يهمني الدولي. مو إحنا هذا ترجعنا حق النقطة الأولى. اللاعب لما يجي يتكرم في على مستوى الهيئة العامة شباب رياضة يتحاسب على السي في الدولي المحلي. كابتن خالد خايف على الوقت. يقول لي خلنا ننتقل حق محور ثاني. لا لأن في طيب. وايد نقاط يعني في وايد نقاط في وايد نقاط. قال نقطة مساعة الكابتن عبد الخالق عبد القدوس عجبتني كابتن، اللي هي الفكر الرياضي الغايب عن الإدارات. عدل؟ صح. بعد ما يبت شيء منه. وهذا الفكر أنت تحتاج حق يعني مثل خلنا نتكلم عن المنتخب الشباب لما ما شارك ويا بالدوري. ليش ما شارك؟ يعني لما تقول لي والله أبو محمد فريق ينافس فريق صليبيخات. بعد بفحيل فريق ينافس، السالمية وعبد الله فريق ينافس، بس الفرق الثانية اللي بالمؤخرة هم اللي قاعد يتكلمون إن ما نبي منتخب الشباب يشارك. ليش؟ يعني شو المعنى اللي تحت تكلموا بس اللي فوق ما تكلموا؟ يعني المفروض إن الفريق الفرق اللي تنافس هي اللي تتكلم أن ممكن تغير حسابات الفرق الثانية، لكن يتحكم مصيرك فريق يعني أندية أساسا ما هي ناجحة بكرة اليد، ما هي ناجحة. وهذا هذه الديمقراطية. لا هذا احنا من وين جت الفكرة ان فريق منتخب الشباب يشارك؟ احنا كانت مشاركاتنا قليلة في السابق، منتخب الشباب او هذا ما نقدر ناخذهم الا ننطر من صيف لصيف نوديهم شهر واحد كمشاركة خارجية على اساس نعد الفريق، فهذا كان يسبب لنا مشكلة. يعني هي من ضمن الحلول اللي لقيناها ان نبي استمرارية لمنتخب الشباب، نبي الاستمرارية للاعبين ان يلعبون باكبر عدد من المباريات والاعداد خلال الموسم كله. فهالفترة هذه يمكن يتذكرون هم الشباب احنا وصل عندنا العدد الى 40 الى 50 لاعب منضم الى المنتخب، مو عدد قليل. يعني اخذنا نخبة اللاعبين الموجودين باستمرارية. الشيء الثاني اثر حتى على مستواهم في من خلال الدوري، كان مباريات الشباب كانت اقوى من مباريات الدرجه الاولى، كانت يتنافسون عشان كل واحد يبي يثبت نفسه لان الباب كان مفتوح حق الكل. ممكن انا اليوم اضم لاعب استبعده ثاني يوم، مفتوح لنهايه الموسم. فكانت فكره ناجحه
جدا ناجحة فنيا ناجحة فنيا. أنا بالآخر نبي نرجع حق نقطة، إحنا كلنا قاعد نشتغل علشان الكويت، علشان المنتخب، مو علشان الأندية. هي صارت المشكلة كل واحد قاعد يفكر بنادي، ما يطرنا الهم النادي يفكر بنفسه، النادي يفكر بنفسه. وين المشكلة؟ بداية إنه يقوي فريقه داخليا، عنده الإمكانيات، هو أنت ما اشتغلت خارجية؟ لا، هو ما اشتغل على فريقه أساسا من داخل، ما ياب مثل ما قلت مدربين ما عنده اهتمام، وهو بآخر الدوري. شلون هذا هو اساسا ما طور فريقه؟ شلون يبي يطور فريق منتخب او يعارض على شيء اكبر؟ هو مو قادر، مثل ما قال، مشكله اداريه عنده داخل، مو قادر يطور فريقه. شلون انا الحين امنع منتخب الكويت؟ صحيح انه هو من حقه، ولكن ما انا ما شفت انه فيها خلل، فيها ولا فيها اي تاثير. كان النظام سهل وواضح، انت اليوم عندك لاعبين بالمنتخب، لما تلعب مع المنتخب لاعبينك راح يلعبون وياك ضد الفريق هذا، والعكس صحيح مع كل الفرق، كل الفرق اللي يلعبون مع المنتخب، انت اليوم عندك ثلاث لاعبين راح اللاعبين يرجعون. المشكله صارت ان بعض الفرق ما عندهم لاعبين بالمنتخب، فهذولا يصير الفريق عليهم او الفريق اللي قاعد يلعب ضدهم يصير اللود عليه قوي. هو انت اساسا يعني هذه مشكله ثانيه كابتن خالد بهالموضوع، الادارات، ادارات الانديه ودورها. يعني انا وضحت لك وجهه نظر الانديه اللي كانت تعارض مشاركه. لا يعني هل الاهتمام الحين يعني عند بعض الانديه قل عن كره اليد عن السابق؟ يعني الانديه نفسها وبعض الانديه اللي كانت من الاسماء الكبيره بكره اليد اليوم غابت بالوقت الحالي. بالوقت الحالي ما في ولا اداري، يعني بعض الفرق اللي تحصل كم اداري الحين ما في احد. سبب ابتعاد، الحين ابتعد وابتعد كلي. احنا نشوف مشكله حرب او ابتعاد من عدم رغبه يعني. لا يعني بس خلاص يعني مباراة عنده خلاص اوكي. احنا مشهورين نحارب الكفاءات، هذا شيء معروف عندنا. ايه طبعا، خاصة كرة اليد عندنا احنا حرب ضد الكفاءات قاعد تصير. يعني احنا الحين المنتخبات، الحين منتخب الكويت كان فترة معينة هو المسيطر بالساحة الآسيوية، شنو اللي تغير؟ خلينا نرجع نشوف مثال الحين قطر، شنو اللي قاعد يسوونه قطر والكويت ما قاعد تسويه، وهذا مع الوقت هو اللي راح يعطي قوة حق المنتخبات القطرية، وبالتالي احنا اذا ما جاريناهم راح يصير في فرق مستوى. الطريقة هذه حتى السعودية بدأت تاخذها، البحرين قاموا يتخذون نفس الطريقة، يمكن قلة الامكانيات لكن الطريقة نفسها. اول طيب. شيء قطر طبعا استثناء المحترفين اللي قاعد يلعبون من المنتخبات القطرية، هذا قطر استثناء. نظامهم غير يختلف بس لا قطر ما تقارن بالكويت. قطر لا تقارنها بالخليج. انا جايبك مقارناتنا مع باقي دول الخليج، وليش اصلا احنا ما انتقل هذه النقطه بس قطر اللي اللاعبين الاجانب قاعدين يلعبون بالمنتخبات مالتنا. خلني اخذ اتصال وارجع لك. عندنا اتصال مع اخونا هيثم الرشيدي مدير كرة اليد نادي الكويت واللاعب منتخبنا الوطني السابق. حياك الله يا كابتن هيثم، ووخرت على الإعلام مرة واحدة، بيوم من الأيام كنت زميل إعلامي والحين ما نشوفك إلا مع الإخوان بنادي الكويت، عسى الله يوفقكم. صار تاجر. مساكم الله بالخير، ومسي عليك اخوي محمد، ومسي على الكبار الكبار ذاك بالاستديو والاخوه المشاهدين. اعطيكم مجال، اعطيكم فتشه بالاعلام. لاعب مذيع فما يصير. الله يحفظك هيثم. نادي الكويت ما اعتقد اي مراقب لرياضه كره اليد يعرف الفرق الكبير الحين اللي يعيشه نادي الكويت، القوه هيمنه واضحه من الناحيه الفنيه اكيد على الفرق، لكن للأسف هذا الفريق الكبير، هذا الفريق القوي لا مشاركات خارجية، فقط يشارك محليا. أنا شفت لكم مباراة أعتقد مع الجهرة الأخيرة، يمكن 58، الفرق كبير حتى بالنقاط. أنت وين رايحين بنادي الكويت؟ وضع لاعبينك شلون إحساسهم وانت قاعد تلعبهم مباريات نوعا ما منتهية قبل لا تبدأ؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا بالنسبة لنا احتفاد الكويت الفترة الصيفية في الانتقالات مجلس الإدارة كان نيته وكانت واضحة هي المشاركات الخارجية ومشاركة بطولة آسيا وبطولة الخليج. العام احنا شاركنا في 4 بطولات، كملنا الموسم تقريبا في 13 لاعب، فكان عندنا نقص كبير في الإصابات. انت عارف لما تشارك في 4 بطولات تحتاج إلى كمية تقريبا يعني لا أقل شيء تحتاج 18 ل 20 لاعب، وهي الكمية المسموح فيها بالتسجيل. فكانت هذه النية، وطلبنا استضافة بطولة آسيا وكانت المفروض تكون بالكويت، لأن فترة طويلة ما بالأمانة ما شفنا بطولة تقام في دولة الكويت. بالسابق كنا سباقين في التنظيم في إقامة بطولات على دولة الكويت، لكن بالآونة الأخيرة
ما شفنا اي تنظيم، واحنا تقدمنا هذا الطلب وكانت هذه النيه بالامانه ان احنا نجيب اللاعبين كلهم النجوم عشان نشارك في جميع البطولات ونرفع اسم الكويت. نعم. ولكن انت شفت الوضع العام والوضع اللي صار في الرياضه الكويتيه في جميع الرياضات وكرة اليد بالاخص، كرة اليد حاشا الايقاف قبل القدم وقبل الامور هذه كلها. صحيح. وانت عارف الوضع العام يعني مو بس كرة اليد، الوضع الرياضي حتى الان مو مبين الصوره، مو واضحه الامور. يعني صحيح احنا قاعد نشارك في الدوري وودنا انه ينجح الدوري، لكن صعب انك تهيئ لاعبينك، شوي شوي قاعد يتعودون على الامور، صعب انك تقول لهم يلا بس دوري وكذا، شوي شوي تتعدى الامور وان شاء الله تنفرج هذه الازمه الرياضيه. ان شاء الله. علي مراد اعلن اعتزاله، واحد يعني من اجمل اللاعبين الفراشه، اعتقد راح شنو تحضيراته حق مباراه اعتزاله؟ اعتقد اعلن اعتزاله حتى بوقت صعب يعني، حتى شلون ممكن تجهز له حفل؟ والله بالامانه علي مراد اخ وصديق ولاعب زاملته، ونعمل اخ ونعمل لاعب ونعمل كابتن بكل امانه. يعني اتمنى كان الوضع الرياضي يسمح انه يكون حق الوقت يكون زين حق بالنسبه علي مراد، ولكن احنا كنادي الكويت راح ندعم علي مراد في كل قوه، وهو ليس مثل نادي الكويت ومثل دوله الكويت. علي مراد بالامانه خبر، هذه سنه الحياه، خبر راح يتمنى، ولكن هذه سنه الحياه. اتمنى حق علي مراد اعتزال في ليه بما قدمه لدوله الكويت، زاد احنا راح ندعمه، وانا واحد من الناس بالامانه راح اوقف معه لان علي مراد يستاهل كل خير. ممتاز، يستاهل كل خير. هيثم بشكل اخير، شو ترد على من يقول ان نادي الكويت يعني من 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 الناحيه الماديه سيطر على افضل اللاعبين بالانديه وظهر بهذه الصوره؟ كره اليد ولا كره اليد طبعا. شوف اخوي محمد، اول يعني بالامانه احنا نعيش عصر الاحترافيه. نادي الكويت طبق الاحترافيه في تقريبا اول نادي في الكويت. دخل نادي الكويت على الخط وطبق الاحتراف وساهم بشكل ايجابي في تطور اللعبه. احنا كنادي الكويت احنا عندنا لاعبين النادي، احنا بالامانه احنا ممكن احنا يبنى اضافه حق النادي ممكن، بس مو العدد الكبير. احنا رد لاعب النادي خالد الغربلي، جددنا حق فيصل وحسين صيوان لان بالامانه كانت لهم بصمه واضحه السنه اللي طافت. والحارس الكبير يوسف الفضلي، لان احمد الفرحان تعور حاشر بطليبي يبي له فتره حق ما يرجع. سامح الهاجري لاعب نادي الكويت ولاعب المنتخب يبي له فتره طويله لحد ما يرجع. يعقوب اسير يعني بشكل مختصر هيثم، انت ما يعني سيطرتوا وشريتوا كل الفريق، انتوا عندكم لاعبين. لا احنا عندنا لاعبين النادي ولاعبين الاكاديميه وطعمتوهم بنجوم. اكيد شيء بديهي، انا لي الحظ ما دام في سوق انتقالات. طيب. ابي ادخل كنادي، والحظ من الكل اللي عنده اي امكانيه ماديه انه يدخل ويسوي صفقات، هذا حق مشروع للكل. هذه اكيد الكل اتفق وياك. كل الشكر لك الكابتن هيثم الرشيدي مدير الكره بنادي الكويت، وعسى الله يوفقكم بعد ما تكون عيننا حاره على نادي الكويت، لكن هذا الواقع والحق ينقال. كل الشكر لك. احنا نثني على نادي الكويت وعلى الانجاز اللي قاعد يحققونه، وبالاخص لكره اليد. يعني لما نادي مثل نادي الكويت يحقق جميع البطولات المراحل السنيه، معناته في شغل يعني ما هي من فراغ. صح. وهذا الشيء يحسب لنادي الكويت. نتمنى احنا باقي الانديه ان يمشون ويخطون نفس الخطوه اللي خطوها نادي الكويت. نرد على مشكله الادارات، امس احنا نتكلم هذا هاي جزء موضوع الادارات اللي ما تملك فكر رياضي. اوكي، نادي الكويت الحين قاعد يطبق الاداره المحترفه بمعنى الكلمه، انا اتكلم عن النادي بشكل عام. ها، لكن شوف يوم خذ بعض اللاعبين وطعم وشرى اللاعب الفلاني وخذ من المراحل السنيه متفوق، هناك من يهاجم نادي الكويت كابتن خالد يقول لك والله انت مسيطر وانت طيب. لا احنا لازم نفصل، انت تتكلم عن اداره كاداره نادي الكويت شلون قاعد يقيدون نادي الكويت. بالضبط، اكيد 100% انها اداره ناجحه وعلى درايه وفكر على مستوى عالي احترافي. طيب لما نتكلم عن كره اليد، اعتقد ان تميز نادي الكويت وهذا من حقه طبعا انه يكون مميز ممكن يضعف الدوري الكويتي. نعم. لان لما يكون نادي الكويت هو الفريق الاقوى كعناصر من نادي الكويت، عيال النادي هم عناصر المنتخبات الوطنيه، تطعمهم بلاعبين المميزين من الأندية الثانية، أكيد راح تضعف الأندية الثانية ويظل نادي الكويت هو المميز في استمرارية التمييز. لكن كأداء قاعد نلاحظ احنا السنتين آخر ثلاث سنين أن الأداء عندنا الدوري صار ضعيف، لأن صارت المنافسة محصورة بنادي القرين ونادي الكويت.
على فترات دش معاهم نادي القادسية أخذ بطولة، لكن بالطريقة اللي قاعد تصير الحين طيب. راح نادي الكويت من الساحة، ظل الكويت بروحه بالساحة. أخوك سالم أنس يقول زعلت بصلوح، صدق هذا زعلناك؟ أنت حبيب وسالم أنس حبيب. بشارك موضوع نادي الكويت؟ نادي الفكر الرياضي بشكل عام إدارياً ما في خلاف، كلام أبو محمد 100% أيدة. النقطة أن التميز مع نادي الكويت ما فاد المنتخبات الوطنية، هذا النقطة اللي بنوصل. هو تميز نادي الكويت صح، وأخذ الاحترافية كاملة، ولكن ما فاد المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الجماعية. بس بعد هذا حجم مشروع حق نادي الكويت. ما قلت أنا مو حق، أنا قاعد أقول لك تميز غيّت كلام أبو محمد. بس إحنا المشكلة بس النقطة أنت النقطة بالنهاية لما أنت تبي ترفع من المستوى تبي الاحترافية، بالنهاية تبي المنتخبك الوطني الممثل للدولة هو اللي يشتغل. شنو ذنبك؟ وين الخلل؟ ما قلت لك لا، بس وين الخلل؟ الذنب وين؟ الذنب أن الاحترافية نادي واحد الكاملة والبقية جزئي، مو قادرين. فهذا الخلل في المنظومة الرياضية، في المنظومة وليس في نادي. بس احنا بنتكلم عن الخلل، ليش نادي الكويت تميز بهالشغلة هذه وباقي الأندية ما تميزت؟ احنا نتمنى يعني من الجمعية العمومية ان يكون في قرار موحد حق الاتحاد الكويتي ان انتقال اي لاعب من نادي، يعني نادي الكويت بيختار لاعب او نادي السالمية يختار لاعب واحد من نادي الفلاني، ما يختار لاعبين ثلاث. وين المشكلة؟ لا المشكله لازم تغير. يعني تقصد ان يعني نادي الكويت اذا يبي لاعبين من السالميه يختار لاعب واحد عشان ما لحق الا بلاعب واحد. ايوه عشان او نادي السالميه ما لحق يطلع الا لاعب واحد. لا يطلع يختار لاعب واحد ما عنده مشكله، ممكن يطلع ناس السالميه اللاعبين كلهم ما عنده مشكله. بس احنا نتكلم بس مو لنادي واحد، نادي القرين بس مو حق نادي واحد. هذا قانون شخصاني. لا 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 هذه اللائحه يعني مفصله حق نادي. هذا شنو اقصد انا؟ اليوم انا اخذت من نادي فاحيل لاعب، خذت من صليبي خات لاعب، خذت من سالمي لاعب، خذت ثلاث لاعبين، بس ما اخذ اربع لاعبين من الفحيل. مشكله الفحيل انه يعطيك اربع لاعبين. لا يعني شنو مشكله الفريق صحيح. نفسه اللي قاعد يسلمك. انا شنو قصدي؟ قصدي انه ما اضعف الفريق، انه اضعف. هذا انا معك، لكن يعني بالسابق بس انا الفريق انا فحيل وبتاخذ مني اربع لاعبين، انا مشكلتي اذا اعطيتك الاربع لاعبين هذه المشكله انا اتحملها كنادي. احنا نتكلم عن جمعيه العموميه، المفروض يكون في قرار بهالشغلة طيب. هذه عشان ما يضعف الفريق الثاني. خلنا ناخذ بعض المشاركات. اخونا ابو فهد يقول ان مع الاسف كرة اليد كانت الرائدة في اسيا واليوم تسير على خطى جميع الرياضات عندنا، بحاجة لوقفة الجميع وتغليب المصلحة العامة. يقول ليس بخبير في كرة اليد الكويتية، لكن ارى ان اللعبة مشاكلها ادارية وليست فنية. اختنا نورة تقول من الاتحادات اللي اشوف انها ظلمت في الايقاف كرة اليد. نورة من السعودية وتقول ما حبيت كرة اليد الا من الكويت، يعني حتى الجمهور الخليجي يشارك يعني في هذا الموضوع. عندك اداريا تفضل يا جماعة واسطة. تكلم على راحتك. اداريا امانة الوقت الحالي الاداريين يحتاجون ثقافة رياضية، دروس ومعاهد متخصصة في الثقافة الرياضية تلقى للإداريين في، أنا أتكلم عن اليد لأني قريب منها و... صحيح. لأن في قرارات كثيرة بصراحة قاعد تظلم لاعبين. أعطيك مثال، فحيحي مبارك دحل حصل خلاف في وجهات النظر أو في التعبير في الكلام ما بينه وبين إداري النادي في ذاك الوقت. الكلام اعتقد من اربع مواسم الى ثلاث مواسم، لليوم مو قادر يلعب لاعب جيد. وحاولنا خلاف اداري، اداري خلاف يعني مختلف مع النادي مع اداري مسؤولة. واحد اي نعم إيه من مجلس الاداره. وكم موسم ما لعب؟ من ثلاث الى اربع مواسم لليوم. يا ساتر. بس انتهى اللاعب. ف تبي السبب ما تحصل سبب واقعي يعني مقنع انه يعني ما في ايقاف رسمي مدته موسم بعد موسم. ما مر علينا ايقاف موسم مسجل لا هو قادر يروح نادي ثاني. هذا مثال يعني واحد وفي عدد كبير من اللاعبين بالطريقه هذه. فهذه الامور الاداريه المفروض توقف. هذه ثقافه رياضيه، انت قاعد تحرم لاعب من انه طيب. يفرغ طاقته بالاضافه الى امور كثيره. الحين احنا بدا موسم الدوري
وانا من الناس يعني واعتقد جمهور كرة اليد يعني كابتن عبد الخالق الحين انت لو تطلع بالشارع ايش كثر يعرفونك، ايش كثر يحبونك، ايش كثر يصورون معك، يعني النجوميه اللي كانت عندكم ايه اللي قربتنا عن كرة اليد. اخذنا نورة من السعوديه اقول انا ما حبيت كرة اليد الا من الكويت، وانا متاكد ان نجوميتكم السابقه. الحين بدا موسم كرة اليد، نحط المباراة ويتم نقلها، وصلاح موجود انت بالاستديو التحليل، يعني حتى الاستديو مهتمين تلفزيونيا في هذه المباراة، لكن للاسف نشوف مباريات يتم الانسحاب منها. كم مباراة انسحبنا او الفرق انسحبت؟ اول قسم ثلاث فرق يعني ثلاث مباريات بس، يعني قسم فريق واحد. يعني مثل هذا الوضع اكيد مو صحي في دوري من المفترض ان انا من افضل دوريات الخليج. احنا بنتكلم عن الموسم هذا ولا الموسم هذا؟ الموسم هذا ظروفه خاصه، يعني ما ينلامون حتى الانديه على موضوع ظروف الاتحاد على موضوع اي نعم الانديه كانوا مثل ما قال اخوي هثم تو بالبدايه، احنا مستعدين وبالصيف مجهزين فريقنا وبيسافرون على اساس انه يطلعون معسكر ويجهزون فريقهم حق بطولات وحق استعداد للدوري. يعني يمكن حتى الهيثم قاعد يلعبون فريقهم بالدوري، قاعد يلعب. يعني انا قصدي يعني المشكله هي اللي اثرت على المستوى الحالي اللي موجود، الوضع الحالي. الانديه مو عارفين راح يبدا الدوري ولا ما راح يبدا الدوري، يعني المشاكل اللي صارت نرجع على مشاكل اداريه وليس فنيه اثرت على المستوى الفني واللي يظلم فيها اللاعبين. يعني مباراة القادسية مع منو انسحبوا آخر مباراة؟ مع خيطان أول لعبة، مع الساحل المباراة الثانية. من خلال تويتر اللاعب خريبط واعتقد لاعبين معاه اللي يكتب يعني حسبي الله ونعم الوكيل، خريبط يقول إن هذه أول مباراة بتاريخي أنسحب منها. الكل متألم اللاعبين، يعني حتى هذا قرار إداري، فبالتالي قاعد تأثر على منو؟ على اللاعبين. على اللاعبين. سمعنا النادي القادسية إن شاء الله في مبادرة كانت مع الأخ الشحومي أحمد مع الأخوان في مجلس إدارة نادي القادسية، هناك في حديث إن شاء الله القادسية راح يرجع، لكن راح يكون لنا اتصال بعد لحظات إذا جهز الاتصال. أنا ظاهر إن في عجز هذا الكلام مع أخونا فهد البكر، متى ما جهز الاتصال بس يا ليت الأخوان يبلغوني. عبد الخالق، الانسحابات الفرق شلون تشوفها؟ والله يعني شغله غير صحيه، يعني احنا ما تعودنا يعني الدوري العام خاصه دوري كره اليد انه يكون بدايته قويه ولين نهايه تكون قويه، يعني بس بهالشكل هذا ان نلاحظ. يعني احنا كنا بالاستديو التحليلي بالاذاعه وتفاجئنا ان فريق الشباب المفروض يكون متواجد وعن طريق اتصال رجع وانسحب. يعني ما كنا نتمنى ان فريق الشباب ينسحب، يعني خاصة أن لعبته السابقة قدم عرض من يعني من الفريق كان مستعد، يبين أنه كان مستعد، يعني الفريق يعني في عنده استعداد جيد. فبالتالي يمكن يعني عندك الشباب والتضامن عنده شغلة إدارية، أعتقد أنه كانت عندهم مشكلة. فريق القادسية أيضا عنده مشكلة إدارية، يعني ما كنا نتمنى أن الفرق هذه كلها ما تشارك. الحمد لله فريقنا شارك وباجه فريقنا القادسية، نتمنى فريقنا القادسية أنه يكون متواجد الأسبوع الثالث. وهذا الكلام طبعا اللي قريناه سواء عن طريق التويتر أو عن طريق الجرائد، أعتقد راح يكون فيه تأكيد سواء أنه بيشارك أو لا مع أخونا فهد البكر. يعني احنا طبعا نتأسف أن فريق مثل القادسية أنه ما يشارك بالدوري، لأن وجود فريق القادسية بالدوري يعطي قوة للدوري. لأن القادسية من العناصر اللي موجودة بنادي القادسية، من عناصر عديد منهم من عناصر المنتخب الوطني، إمكانياتهم عالية جماهيري. ممكن جماهيريا ممكن يعطي منافسة للدوري، يعني القادسية من الفرق المرشحة أن تنافس، القادسية، القرين، نادي الكويت، نادي السالمية، هذه الفرق المفروض تكون موجودة. فغياب القادسية راح يضعف من الدوري، وهذا ما احنا فنيا ما نتمناه، لأن هذا كله راح يأثر على مستوى العام للدوري. هذا موضوع نادي القادسية. خل ناخذ القرار الأخير عند أخونا العزيز، أخونا فهد البكر مدير الكرة اليد نادي القادسية. حياك الله أخوي فهد في برنامج المشهد. والأخوان بلغوني قبل لا تدخل معاي أنه كأن في قرار نوعا ما غير اللي سمعناه، أن القادسية راح يشارك بالدوري. اطلعني على الموضوع الجديد. أول شيء صبحك الله بالخير أخوي محمد،
ابو ابراهيم، واحب اصبح عليك وعلى ضيوفك الكرام. حياك الله. اتمنى صوتي يكون واضح لان المطر ما شاء الله واضح ما شاء الله قوي. بالبدايه مثل ما تفضلت، احنا في نادي القادسيه قررنا ان عدم المشاركه، جاء هذا القرار من مجلس الاداره. نعم. بخصوص الكتاب اللي انا من الاتحاد الدولي ببطلان الاتحاد السابق وتعيين لجنه مؤقته. والقرار جانا بوقف خارجيا وداخليا. نعم. ومثل ما تعرفون انا عندي لاعب بحريني اساسا يلعب منتخب البحرين، وتوني جايب انا مدرب من برا، فهذا القرار قاعد نتباحث اذا في له سلبيات، وبادروا جميع الاخوه ان احنا نشارك في البطوله اللي مسوينها، لان احنا تمينا على راينا لغايه انا امس الشيخ خالد الفهد كلمني وقال اعطاني ضوء اخبرنا نشوفك، قلت له انا راح اقعد مع اللاعبين نشوف شنو جاهزين، لانه هو بالنهايه ما يعتبر هذا بطوله الدوري الرسمي. يعني انتم تشوفونها كقانون هو ما يعتبر ان هاي البطوله، احنا اذا حتى لو نشارك حنشارك كبطوله تنشيطيه على ما تنعقد الجمعيه العموميه ويعدون القرار ونشيل ان شاء الله. شلون تشوفونها بطوله تنشيطيه استاذ فهد؟ لان الكتاب واضح جاينا من الاتحاد الدولي ان هذا الاتحاد ما تتعامل فيه وممنوع تلعب انت محليا كاي بطوله رسميه. فالاخوان في مجلس الاداره عندنا في نادي القادسيه ارسلوا لنا الكتاب، راسلنا اللجنه المؤقته. طبعا رد اللجنه المؤقته ما كان بالنسبه لنا كافي، ان قالوا بس التزموا على التعميم وفي اجتماع جمعيه عموميه واحنا الحين ناطرين، وكنا قاعد نشوف شنو المباحثات. بالنهايه لقينا ان كل الانديه قاعد تشارك، فقلنا القرار الحين يرجع حق مجلس الاداره اذا هم ناويين يشاركون او لا. شو اللي وصلتوا له الحين؟ والله باكر عفوا عقب باكر اجتماعنا يوم السبت راح اجتمع مع اللاعبين، حتى لو راح يصير في مشاركه ما راح اشارك انا اللاعبين الدوليين، يعني المحترف قال لي انا ما راح اقدر اشارك ان انا العب منتخب البحرين، المدرب نفس الوقت ما راح نقعد، فبنحاول اذا راح نشارك اخذنا القرار راح نشارك صف يعني الشباب. بس عشان تبتعدون عن موضوع التسريح اللاعبين، لان الحين انت لعبتين ما شاركت فيها، الثالثه ممكن تسرح لاعبينك، فعشان كذي ممكن يكون عليكم الضغط اكثر بهذه النقطه استاذ فهد؟ لا والله بامانه انا اكلمك من الناحيه القانونيه، اذا انت بالنهايه احنا في الكويت نتبع المنظومه الدوليه، فاحنا اوريدي لاعبينا بسجلات الدوليه مسجلين باسم نادي القادسيه، حتى لو صار ان تسرحوا اللاعبين طبعا في بالنهايه قضاء احنا نلتجئ له. طيب. وبالنهايه هذا قرار مجلس الاداره اكيد واحنا نحترمه. لاعبينك الدوليه ما راح يشاركون، طيب يعني من المعروف انه على الاقل يشارك ياخذ الحس انه يكون موجود في اللعبه، انه راح يقعدون مثلا خلينا نقول المشكله طولت اشهر، خلينا نتكلم المشكله طولت موسم او موسمين، يظلون لاعبينك الدوليين مركونين؟ احنا بامانه انا اكلمك يعني ان شاء الله انا كل الثقه ان شاء الله بالشيخ سلمان والشيخ احمد المنصور وبالقياده السياسيه عندنا في الكويت انه ينظرون للمنظور الرياضه بشكل عام يعني، وانا كل الثقه احنا مرينا في الكويت بازمات اكبر من كذي وانحلت ان شاء الله باذن الله. اتمنى انا كل الثقه ان شاء الله من القياده السياسيه عندنا في الكويت انه راح يلقون حل، احنا بالعكس احنا راضيين. انا بس بالنهايه وجهه نظري احنا انا وظيفتي هني اني اخدم نادي القادسيه ولاعبين لازم انا احميهم، فاذا اذا مشاركتهم راح تضرهم طبعا انا ما راح اجازف فيها، وانا على يقين ان شاء الله يعني طيب. كلها مساله ان شاء الله ايام تنعقد الجمعيه العموميه ان شاء الله ونلقى حل ان شاء الله باذن الله. عبد الخالق عبد القدوس يبي يتداخل معك. كابتن عبد الخالق تفضل. صباحك الله بالخير اخوي فهد، يعطيك العافيه. صباحك الله بالخير الله يعافيك. طبعا احنا شيء محزن ان نادي القادسيه ما يشارك، يعني حرمنا من جهود لاعبينا وجهود جماهير اللي تحضر الصالة دائما مؤازرة للفريق القادسية. طبعا احنا نتكلم اليوم عن انت تتكلم عن لاعب محترف، احنا نتكلم عن فريق كامل يمكن لاعب محترف هو اخر الفريق كامل لما يشارك في بطولة الدوري. اذا بتتكلم عن لاعب الدولي، اعتقد ان نادي الكويت يملك
مو أقل من 7-8 لاعبين دوليين. فبالتالي القرار راح يلزم نادي الكويت إنه ما يشاركون. بس نادي الكويت لا شارك في الدوري العام وما اهتم لقرار الاتحاد الدولي. يعني هل نادي الكويت يعتبر انه هو يعني قلطان؟ هذه وجهه نظر مجالس ادارات استاذ عبد الخالق. يعني هذا مجلس اداره نادي انا يعني انا اشوف ان مجلس اداره نادي الكويت له وجهه نظر. مجلس اداره نادي الكويت له وجهه نظر بس هو ما راح يشارك. لا ما راح يشارك. خلينا نسمع الاستاذ فهد تفضل. عدل كابتن انا طبعا انت استاذنا انا اتعلم منك وانت تاريخ في كره اليد وبالعكس انا لا ابخس في حق اي لدي كل الانديه عندها مجالس ادارتها ويا حق. بس انا كابتن بسالك سؤال، هل الكويت جزء من العالم ام العالم جزء من الكويت؟ احنا جزء من العالم فاحنا اوريدي في ميثاق اولمبي نمشي عليه. فانا مشيت على قرار اللجنه الاولمبيه. انا بالنهايه ما اقصد مهدي مدن بس انا عندي هم لاعبين بالمنتخب. يعني انا دوري كاداري ان احمي النادي والايقافيه صريح بالنسبه اذا احنا قاعد نتكلم بشكل عام. الان نادي الكويت او كل الانديه الحين ما كل احنا تمينا اوكي قالوا يشاركوا زين. هم هذا شأنهم داخلهم راح يتحمل العقوبات اللي راح تجي عليه ويتحمل نتيجه قراره. ولكن احنا مثل ما قلت لك احنا بالنهايه كأندية كويتيه دعمنا كله يجي من الحكومه. فاحنا هم نمشي تحت وصايه الدوله مع 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 القرار السيادي. بس اللي انا خلاني اجل وقت ارد في جمعيه عموميه واحنا ناطرين هالايام ان شاء الله يعني شهر شهرين راح تصير. انت طيب. ما شاء الله يعني تاريخ في الرياضه شفت كم مره يبطل مجلس اداره اتحاد ورجع مره ثانيه ونرجع من اول وجديد. بس اهم شيء احنا اهم شيء عندنا لا يتضررون اللاعبين. هذا اللي يعني الاهم الاول اكيد عندك كلنا. احنا كل يوم قاعد نتمرن. صحيح. كان عندنا مباراه بين 19 والفريق الاول. واليوم الحمد لله فتحنا حتى صالتنا الجديده. ممتاز. نشكر ممتاز. حتى الهيئه العامه لشباب الرياضه ما قصروا وسووا لنا صالة تاريخية. كل شكر لك أستاذ فهد البكر مدير كرة اليد بنادي القادسية على هذه المداخلة. بالنهاية هي وجهات نظر، وجهات نظر مجالس إدارات، ما نقدر ندخل في هذه المشكلة لأن هذه وجهة نظر مجلس إدارة. لكن كواضح تحفظ الأستاذ كابتن عبد الخالق تفضل. نعم أنا أقدر وأثمن كلام أخوي فهد، ولكن تبقى نقطة اللي ذكرتها أنت يعني مشاركة اللاعبين واستمراريتهم في اللعب. احنا يعني راي بسيط او حل بسيط يعني نخلي اللاعبين يشاركون وكفريق يعني يشارك، واحنا كمجلس اداره يعني من الجانب الاخر الجانب الاداري نتبع اجراءاتنا مع الاتحاد بس بحيث انه ما اللاعبين يعني يقعدون ويوقفون عن ممارسه اللعب. كابتن خالد خليني اخذك بالجانب الفني في هذه المداخله. يعني ما بيدخلك في مواضيع المجالس الادارات، هذا امر يحلونه الاخوان، لكن اللاعبين وهذا السؤال يمكن وجهته ما اعتقد يعني خذيت الاجابه اللي انا كنت ابيها. لاعب دولي يركن على الخط وممكن هذا الموسم يطول، خلينا نقول 6 اشهر ما يلعب هذا اللاعب الدولي، شنو تاثير عدم اللعب؟ يقول ممكن ان نلعب مع فريق تحت 19، هل تعوض المشاركه العاديه مع الفرق فرق الدرجه الاولى؟ بالطبع ما راح تعوض، بس انا على ثقه ان اذا 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 على كلام الاخ فهد انه راح يجتمع مع اللاعبين 100% انا اقول لك اياها كل اللاعبين راح يقولون نبي نشارك اذا هو قرار لاعب. قرار مجلس اداره انا احترم قرار مجلس اداره، هذا شان حق اصيل لمجلس الاداره. بس لا. بالنهايه بعد زياره السيد احمد الشحومي اتوقع انه تفهموا الجانب الرياضي بالموضوع هذا، شافوا مصلحة اللاعبين. احنا مو بس نتكلم عن الفريق الاول، الفريق لاعبين الفريق الاول حاسين بالمشكلة وعارفين ابعادها كلها. لا دمب لاعب تحت 13 سنة تحت 15 سنة هذا ما يفهم، هذا جاي يستمتع باللعبة، ليش احرمها من المتعة وهو طول الصيف قاعد يتمرن مع في مدربين؟ انت جيت فريق نادي القادسية طبعا وجهة نظرة ان حتى المدرب ممكن يتضرر، اتوقع ما راح يتضرر المدرب، والدليل على ذلك انه كل اغلب الانديه مدربينهم اجانب وقاعدين يشاركون بالبطوله وما اتصور انه. فاحنا نرد رجاء لمجلس اداره على راسهم الشيخ خالد فهد وجميع الانديه المنسحبه، لان القادسيه قاعدين لا خلاص شاركوا كلهم بقوا القادسيه بس احنا نتمنى لمصلحه
اللعبة ومصلحة اللاعبين، وهم أدرى بمصلحة اللاعبين، وأنا متأكد صحيح. أن شاء الله الأسبوع القادم نادي القادسية راح يشارك مع الفرق. كابتن سالم بخصوص موضوع نادي القادسية، يعني مدامها في دراسة نتمنى نضغط على الأخوان نادي القادسية. أنا أضم صوتي إلى الأخوان، أقول ضروري مشاركة نادي القادسية. يمكن أنتم سبقتوني بالكلام أن قلتوا احنا نادي القادسية اليوم يأثر حتى من ناحية الجماهير، كونه نادي يمتلك قاعدة جماهيرية ما نتمنى، حتى كعناصر لاعبين يوجد نادي القادسية الكثير من عناصر الأساسية لمنتخب الكويت الوطني، واحنا اليوم هذه مشكلة. يمكن مثل ما تفضل المدير الكرة انه احنا هذه مشكلة سياسية، احنا نبتعد عن هالشيء. اليوم احنا كلنا نوقف مع الكويت بهالمشكلة هذه، بغض النظر عن اي خلافات داخلية عندنا، احنا لابد ان نوقف بصف واحد. ما تبي تعترف فيها، ما تبي كنادي ما تبي تعترف وتسميها بطولة تنشيطية، يا اخي اللي اعتبرها كان بطولة تنشيطية عشان لاعب بس يعني. لابد ان نوقف اليوم احنا كلنا صف واحد مع الكويت، ونشوف احنا الكويت اعتقد مو بس كرة اليد، الرياضة كلها في ازمة وعندها مشكلة مع اللجنة الأولمبية، هذه أمور إدارية، ولكن احنا نوقف صف واحد ونترك الأمر هذا للمسؤولين الكبار، هم اللي يشوفون الأصلح والأفيد لأنديتنا ومصلحتنا. في سؤال، ليش تبتسم كابتن عبد الخالق؟ اطالعك وابتسم بس عادي والله ما تقدر تعاند لاعبين كرة اليد ايدهم ثقيلة ثقيلة. أخونا أبو فهد يقول سؤالي، هل دوري الدمج خدم اللعبة أم يفضلون نظام الدرجتين؟ كابتن الخالق، درجتين ودوري الدمج، احنا نعرف بالقدم أن أكبر كارثة بعالم كرة القدم دوري الدمج، لكن كرة اليد شلون؟ شوف بالسابق كنا يمكن يعني على أيامنا احنا نوصل للدور الأربعة، يعني أول أربع فرق اللي ينافسون. اليوم الموسم السابق كان 8 فرق وهالسنة 6 فرق. يعني لمسنا هالشيء هذا أنه فعلا أنه يكون درجتين أفضل. يعني اليوم لما الكويت يلعب مع فريق من الفرق فرق كبير، القادسية يلعب مع فريق نفس الطريقة يكون فرق كبير، بالدور الثمانية ما نلاحظ هالشغلة هذه، يعني يكون الفرق فرق 4 أهداف 5 أهداف. يعني دور الثمانية تلاقي المباريات مباريات حلوة على مستوى كبير والواحد يستمتع لما يطالع. صحيح. بس لما تيجي أنت الصالة وتطالع المباريات وتشوف الفرق كبير، يعني كمشاهد أنت ما تستمتع. فبالتالي يعني الأمر نفسه سواء بكرة القدم أو كرة اليد، دوري الدمج ما يعتبر. ليش على موضوع دوري الدمج؟ أكيد أكيد جميع أكيد دوري الدرجتين أكيد راح يفيد اللعبة أكثر. يغوي أكثر. سواء الحضور الجماهيري، سواء المستوى العام للعبة، سواء الإثارة اللي موجودة اللي المشاهد يرغبها لما يتابع لعبات كرة اليد. طيب احنا وصلنا كرة او كاس العالم كرة اليد 7 مرات بشكل متتالي، مو متتالي لكن متقطعة 7 مرات متقاطعة. اخر سنة وصلناها متى كاس العالم؟ 2003 2001 2003 البرتغال 2003 البرتغال 2003 2001 كان في فرنسا. طيب ابي رايكم، وهذا اعتقد تساؤل مو اول مره انا اطرحه وهو موجود بالشارع وخاصه عند الناس انا اللي اسميهم يعني الحساد، ها اللي ضد النجاح، يقول لك والله كان قبل التحكيم وعلاقتنا بالاتحاد الاسيوي لكره اليد، فبالتالي هو اللي قاعد يوصل منتخب الكويت لكاس العالم. ودليلك لما ابتعد عن الاتحاد الاسيوي لكره اليد واضح ان منتخب الكويت ما هو قادر يوصل حق كاس العالم. السبب وين راحت مشاكلنا؟ مشاكل الإدارية هي السبب الاساسي في 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 انحدار. يعني مو موضوع تحكيم، مو موضوع صحيح. ما نظلم حق اللاعبين، هذول اللاعبين كانوا نجوم في اول كاس العالم 95 الاتحاد الاسيوي موجود، لكن بالقوه نفسها اللي فيها بالسابق هي نفس المناصب، مو سالفه قوه، هي مناصب موجوده ومستلمينها للحين. هل تغير النظام؟ النظام تغير، أنا ضربت لك مثال بالبداية، النظام تغير. بطولة الآسيوية اللي كانت بإيران أعتقد منو كان المدرب البحريني اللي عمل شوشرة كبيرة وصارت لنا مشكلة
اللي صارت الهوشة؟ لا صارت هوشة. صارت هوشة. تكلم. ما قادر أذكر اسم. وعدي كان يلعب فيها. ما قادر أذكر اسم المدرب. لا مو المدرب أعتقد. لاعبين. سعيد جوهر. سعيد جوهر. أحمد نايم. أحمد نايم المدرب. أحمد نايم. مساعد المدرب. اللي تكلم وقال الكويت وفريق كرة اليد بالكويت معروف ووجه اتهامات كثيرة. بخصوص منتخبنا أنا ما يهمني نعم. يوجه من الحين لبكرة لكن الحين قاعد أشوف حتى بين جمهورنا الرياضي قاعد يتكلمون ويقيسون أن أنت معقولة من 2003 من قادر توصل كأس العالم لا محمد جمهورنا جمهورنا من ذاك الوقت يشكك إيه أنا لاعب كنت في ذاك الوقت وفي بعض مو بعض البطولة اللي كان فيها أبو محمد مساعد مدرب مع السلوفيني ماركوفيت كنت أنا كابتن الفريق حصلنا على البطولة فريقنا مميز من أول مباراة بشهادة الإعلاميين والمدربين اللي في قطر كانت بشهادة الجميع ما بدون أي تحديد يعني 2007 إحنا شاركنا بكأس العالم كرواتيا 2000 أعتقد ذكرني يمكن الشباب لا 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 أعتقد الشباب و2009 ألمانيا لا الشباب لا لا. شباب شباب شارك هو الفريق الأول الفريق الأول متأكد لا الشباب شارك فريقنا نبيل طه هي هي الشباب محمد مبارك بعد شارك فريق الشباب فريق منتخب الشباب منتخب منتخب الشباب شاركوا كانت في كرواتيا صحيح شترد كان احنا كان شترد عليهم أرد لا لا أنا ما أنا أرد عليهم بالملعب أنا عندي فريق أنت الحين أنت اليوم كابتن سالم أنت الحين تنادي بالشباب وتنادي يعني أنك تهتم بالموهبة أنت الحين مساعد مدرب المنتخب طبعا طبعا خالد غربلي وين أنا خالد غربلي موجود وين موجود موجود بالنادي إحنا خلنا نتكلم قواعد إحنا خل نفتك من القيل والقال الداخلي اللي هذا اللي موجود انا قاعد اسالك سؤال ما يخالف لا هذا شيء هذا حق من كل اي واحد من حقه انه يسال من حقه انه يسال ولكن احنا خل نتكلم عن واقع انا اليوم قاعد اخطط لقدام انا ما انظر اليوم انت بنفسك قلت ان عندنا احنا مشكله في كره اليد لازم بد ان احطها انا بحط لي خطه احط لي خطه استراتيجيه على اني ارجع مره ثانيه بكره اليد مره ثانيه كابتن سالم عندنا احنا شيء اسمه استراتيجيه الرياضه بالكويت عندنا موجوده حطينا احنا تقولون في خلل احنا حطينا هالموسم هذا لعبنا بثلاث بطولات عدينا عندنا ثلاث مشاركات خارجيه ما شاركنا ولا مشاركه السبب اللي صار عندنا خطه موجوده وانا مستعد اني اطلع التخطيط كله مال من اللي يعمل التخطيط هذا احنا كاتحاد انت كجهاز فني مع هيئه تدريب ومحتاجه دعم انا ما اشتغل بالتالي انت الخطه اللي واضحه الاستراتيجيه اللاعبين مثل خالد الغربه اللي ما نحتاجه لا 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 لا, لا ما مو كذي انا لما احط انا لما احط عندي شنو المشاركات اللي عندي في هذا الموسم ثلاث مشاركات خلنا نتكلم من واقع مو من عاطفة أنا اليوم من شنو بهالثلاث مشاركات شنو المشاركة الأهم اللي عندي شنو أنا أعطيك واحدة منهم بطولة الخليج الأولمبيات الخليجية البطولة الثانية الأولمبيات التصفيات كلنا نتكلم احنا عن التصفيات والبطولة الثالثة هي بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم شنو من هالثلاث بطولات انت بوجهة نظرك كمشاهد ولا هذا تبي اي بطولة تبي ثلاثتهم ما تقدر على فريقك على اعدادك هذا ما تقدر ما نقص على بعض احنا حق بطولة الخليج كنا حاطين الخطة موجودة ان منتخب يصير دمج بين منتخب الشباب ومنتخب بيقولوا لي غلط ليش ما تشارك منتخب قطر ماخذ ثاني كأس العالم اليوم ببطولة الخليج هو الأخير ما حد هاجمه الأخير في بطولة الخليج ليش شارك بفريقه وعنده فريق طالع الثاني بكأس العالم اني حق منتخب خل أجيبهم نقطة نقطة لأن الكلام أي حق بطولة الأولمبيات الأولمبيات يبون فريق واحد علشان انه يوصل يمثل آسيا انا لما احط فريقي كله في هذه البطولة ما راح اوصل لا اقص على نفسي انا ما عندي قوة قطر اليوم فريقي هذا ولكن عندي فرصة اني ليش اوصل ليش, ليش ليش تاخذ هذا الاحساس ان انت ما عندك لا قوة ما اقدر ما اقدر عندي امكانيات انا اذا ما احط عندك لاعبين عندك نجوم بس ما خالد. اقدر ما يخالف بالكأس العالم أوكي. انت تتكلم عن المنتخب بما انك لازم موجود لازم مشاهدتك مجروحة ما عندنا لاعبين حاليا ننافس في الخليج انا اتكلم عن قطر انا ما اتكلم خليج انا اتكلم قطر إيه والله على الخليج لا لا في فرق انا حددت على نقطة كمشاركات
احنا نقدر نشارك وننافس على البطولات كلها. نعم. بس حلو. اذا تبي تتكلم اذا اخترنا اللاعبين اللي اخترنا اللاعبين موجودين يعني ما يختارون الكفاءات موجودة. لا لا اخترنا لا موجوده كل اللاعبين اكيد لهم وجهه نظر بعدم اختيار خالد الغربة. اللي انا اتكلم الحين بعطيك مثل منتخب الشباب بشكل سريع. منتخب الشباب منتخب الشباب احنا حطينا خطه كانت من الافكار انه نشارك بالدوري، من الافكار ان كانت الفكره من الفريق الاول ان منتخب الشباب هو اللي شارك ببطوله الخليج. نعم. كان عندنا مشاركه بطوله وديه بسلوفينيا قبل الايقاف موجوده. هذه هذه كلها الخطه كانت موجوده، لكن وين التنفيذ بالضبط؟ بس اخونا عبد الله قاعد يعدل لنا بعض المعلومات، واتمنى سالم لان احنا ذكرناها الاخ حتى يمكن رتبها لنا. 2009 احنا مشاركين بكرواتيا منتخب الكويت، ولاعب اخر مباراة لك مع اسبانيا 47-17 2009. من اللي لاعب انا؟ لا الفريق منتخب الاول منتخب مشارك يعني بكاس العالم، مو 2003 اخر مشاركة. اذكر 2009 كرواتيا موجودين. احنا صار عندنا لبس لان المنتخبات الكويتيه كانت 2005 الشباب والناشئين والاول كلهم عبد الله الياب يمسي عليكم بالخير. يقول المنتخب تاهل 2005 تونس، 2007 المانيا، 2009 كرواتيا بالمنتخب. الظاهر ابو جاسم حاط جوجل وشغال. صح كرواتيا كنا والله هم كنا بناخذه معنا باتصال، لكن الوقت خذانا وبشكل سريع وما نستغنى. انا توقعت بصراحه ان اذا توخرنا عن كره القدم في مواضيع البرنامج صار لنا تقريبا اسبوعين فيه نتكلم بس كره قدم، اتوقعنا اذا فتحنا موضوع كره يد ما راح تكون فيه مشاركات، الناس تتجه لكره القدم. لكن اللي اشوفه بالعكس يعني يبين انا من وجهه نظري ان الناس راح تشارك اكثر لان صحيح. مشكله القدم معروفه والكل مطلع عليها بالضبط. لكن اليد الناس قاعد تتاسف لان انت المنتخب الجماعي الوحيد اللي قاعد ينافس ويوصل كاس العالم كره بالضبط. اليد فلما هالفريق هذا الطيب ينهدم. الحلو ينهدم فالناس كلها قاعد تتحسف عليه. صحيح. عموما انا وصلت للختام، اشكر كل من شارك معنا في وسائل او في تويتر واكاونت البرنامج اللي كان معاكم على طول. انا اشكر الضيوف اللي تواجدوا معي، عبد الخالق، عبد القدوس، الله يستر انا بطلع بسرعه قبل يفل المايكات. مشكور كابتن سالم، يعطيك العافيه نورتنا. كابتن عبد الخالق حبيب قلبي شكرا لك. الامور طيبه؟ لا الامور طيبه عندك. هل كابتن خالد كل شكر لك. مصلوح عزيز مشكور ما قصرت معنا في حلقه اليوم، وشكر اكيد موصول لكل من تابعنا وكل من حتى يعني حب يعدل بعض المعلومات اكون لكم شاكر. يوم الاثنين ان شاء الله القادم حلقه جديده من برنامج المشهد. مع السلامه.